وانا يا جماعة الخير عشان الاوضاع هذه كاتب لكم خاطرة اتمنى انها تنال على اعجابكم. اقول راحوا اللي راحوا، بس ليتهم ما راحوا، لانهم لما راحوا ما علمونا انهم راحوا. مش داعي يا ولد. انا الحقيقة ما عمري شفت نادي عنده ادارتين، ادارة في العريجة وادارة في شارع الجامعة، واقولها وبالفم المليان